طيب هنيجي لتالت نقطة معانا، وهي إنشاء ملف جديد. هنروح لملف الوورد بتاعنا، نفتحه برنامج وهتجيلنا الشاشة اللي قلنا عليها قبل كده اللي هي الريسنت فوق النيو. يا إما بنفتح من هنا على طول يا إما بنفتح النيمو، وهنلاقي جزئين. هنختار الأول الجزء اللي فوق وهو بلانك دوكيومنت. يعني إيه بلانك؟ يعني فارغ، يعني ملف فارغ. هنضغط عليه هيفتح لنا بالطريقة دي. طيب اظن الموضوع سهل جدا، ولكن انا حبيت اعمله في نقطه لوحده لان في حاجه مهمه جدا كتير مش عارفينها، وده بيعملهم مشاكل قوي بعد لما يخلصوا مجهود ويكتبوا الفايل ويخلصوه ويجوا يطبعوا يتفاجئوا بمشاكل كتير. فعشان نتفادى المشاكل دي وانت بتنشئي الملف لازم تركزي في حاجه مهمه قوي، وهي بنروح على التابه بتاعت لاي اوت. عندنا ثلاث حاجات، اول ثلاث حاجات دي مهمين جدا جدا جدا. خلونا في اول نقطة وهي السايز. لو رحت على السايز هلاقي حاجة ان السايز بتاع الملف بتاعي لتر. اللتر ده مقاس مختلف تماما عن المقاس اللي احنا بنطبع بيه. احنا في مصر بنطبع، او يعني اغلب العالم بيطبع بمقاس الاي فور. لو هنطبع في البرينتر العادية هنلاقي مقاس الاي فور. طيب انا عايزة اعرفكم سريعا على المقاسات، اهم المقاسات. هنلاقي ان المقاسات عندنا دي مقاسات الورق، احنا دايما بنطبع بمقاس A4. يقولك A4 و A3. A4 ده اللي احنا بنطبع في البرينتر العادية، الـ A3 بتبقى ضعف الـ A4، ودي بتبقى في مكان اللي هو العريض اللي عند مكاتب الطباعة. تمام. وطبعا في مقاسات تانية. فلو احنا شفنا الـ A4 هنا هنلاقيه كام مقاسه؟ 21 سنتي في 29.7. تمام. وبالمناسبة بيبقى كل مقاس، يعني هنا الطول بتاع ده بتاع الورقة دي 29.7، هو بيكون العرض بتاع الورقة الـ A3 وهكذا. طيب الـ A4 21 في 29.7. طيب لو رحنا بقى لمقاس اللتر اللي كان معروض، بصوا المقاسات دي مش متستخدمة غير في أمريكا الشمالية فقط. فمن ضمنهم اللتر ده 21.6 في كام؟ في 27.9. ففي فرق طبعا. احنا قلنا 21 في 29، لكن التانية 21 في 27. فطبعا بتكون النتيجة انك لما تيجي تطبعي الملف بتلاقي فيه جزء كده فاضي خالص مش موجود، فبيغير لك الديزاين خالص. ولو جيتي بعد ما انت خلصتي كتابة عن الملف، لو جيتي بقى تغيري للA4 بتلاقي بقى التنسيقات بتاعتك اتغيرت وبتحتاجي تعملي مجهود مضاعف. فمن الاول اول ما تنشئي الملف اول حاجه تعمليها تروحي على السايز وتظبطيه على الاي 4 مادام انت هتطبعي اي 4. تمام. طيب خلصنا كده السايز. نيجي بقى للاورينتيشن اللي هو اتجاه الورق. هو هنا معمول على البورتري. البورتري ده اللي هو بالطول، الورقه هتبقى طوليه. طب لو انا عايزه اعمل ورقه بالعرض، ساعات بتبقي انت عايزه مثلا تصممي ورقه وهتطبعيها وتعلقيها على باب الاوضه وتكون بالعرض كده كانها اعلان او حاجه، فمن الاول تكوني عاملاها، لانك لو عملتيها بالطول وبعد كده جيتي غيرتي الكلام برضو تنسيقه بيختلف. فمن الاول نبقى عارفين احنا عايزين ايه، عايزين مقاسنا كام، عايزين اتجاه الورق عامل ازاي. واخيرا هرجع على البورتريه تاني، في حاجه اسمها المارجنز. المارجنز دي اللي هي الهوامش. عارفين احنا لما نيجي نكتب في ورقه عاديه خالص، ورقه كراسه، مش بنفكر اول حاجه احنا عايزين نكتب بورقه كبيره ولا صغيره، ورق بالطول ولا بالعرض. طيب وبنقوم مسطرين كده هامش بايدينا، نقول احنا مش هنطلع بره الهامش ده. هو ده بنعمله في نفس الكلام. هنا في عندنا كذا نوع، هو معمول على الكاستم. طب انا دلوقتي مثلا لو بكتب رساله ماجستير او حاجه بيبقى فيه لازم اعمل على حاجه معينه هما بيبقوا محددينها لي او متعارف عليها، فعاده بتكون النورمال. النورمال عايزه بس تخلوا بالكم من حاجه مهمه قوي. شايفين هنا الشريط ده اللي فوق وتحت؟ الشريط ده هو اللي باين لك الهوامش او المارجنز. لو مش موجود عندك بتروحي لقائمه فيو وتعلمي على الرولر اللي هي المسطره. خلاص فيو رولر. طيب نرجع تاني للاي اوت ونجيب المارجنز. احنا دلوقتي معلمين عن نورمال مارجنز اللي هي الجزء الرمادي ده. ده معناه ان انت مش هتعرفي تكتبي فيه، يعني الكلام بتاعك بادئ من هنا مش بادئ من هنا. ليه؟ عشان فيه هامش. طب لو انا مش عايزه، شايفه ان ده مساحة كبيرة قوي، بصوا هو مقاسها كام؟ 2.5 سنتي من فوق و2.5 سنتي من تحت، واللفت 3 والرايت 3.
كبير، مساحة كبيرة يعني 3 سنتي مش تكتبيش فيهم. طب ممكن اختار النارو اللي هي بتبقى حوالي 1.27 في جميع الاتجاهات. بصوا انت اكتر واحدة تبقي عارفة انت محتاجة ايه، بس المهم تبقي فاهمة الحاجة عشان تقدري تحددي احتياجاتك. تمام. في بقى المودريت اللي هو المتوسط، وفي الوايد، وفي الميرورد. الميرورد دي بتحتاجيها لو انت بتعملي بوكلت. بوكلت بمعنى ايه؟ ان اليمين بيبقى يكون غير الشمال، لان في جوه في النص، بصوا هنا في النص بيبقى فيه دبوس، فبتحتاجي المارجنز تكون عريضه لان جزء من الورق هيروح في الدبوس او في التغليف. فانت لازم تبقي فاهمه كل حاجه عشان تعرفي تختاري الحاجه المناسبه ليكي. فانا عاده بعمل على النارو، بس احيانا بنحتاج النورمال في حاجات معينه، فانا بختار النارو وبختار البورتري وبختار الاي 4. ده حاجات مهمه جدا جدا انك تعمليها في بدايه انشاء الملف.